تريدون الاستثمار في الجزائر في القطاعات ذات الأولوية أو في المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة؟ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ترافقكم وتوفر لكم الخدمات الضرورية لإنشاء مشاريعكم من خلال الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي ترافق المستثمرين في إتمام إجراءات الاستثمار، أو من خلال الشباك الخاص بالمشاريع التي تفوق قيمتها 2 مليار دينار والمشاريع التي تقام من قبل الأجانب، وهو الشباك الوحيد الذي كلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. تهتم الوكالة باستقبالكم، تسجيل استثماراتكم، تسيير ومتابعة ملفاتكم ومرافقتكم لدى الإدارات والهيئات المعنية. تجمع بداخلها أعوان عن الوكالة إضافة إلى ممثلين عن الضرائب والجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح التعمير، الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، مصالح البيئة، الهيئات المكلفة بالعمالة والتشغيل، صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، وكذا ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. يسهر كل هؤلاء الأعوان على تسليم في آجال محددة جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار. إلى جانب الشبابيك الوحيدة، تضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت تصرفكم خدمة المنصة الرقمية التي تعد سابقة من نوعها وقفزة معتبرة في مجال تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، منصة مجانية لتوجيه الاستثمارات، دعمها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. الهدف من هذه المنصة التكفل بعمليات إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها، تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، ضمان شفافية إجراء فحص ومتابعة ملفات المستثمرين، الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين والتحقيق فيها من قبل الإدارات المعنية، السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد وتحسين الخدمة، السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والمنظمات المعنية. مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشبابيكها الوحيدة يصبح الاستثمار بسيطاً.